مرحبا بكم، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم جدا. ماذا كانت قصة المرة الماضية؟ نعم، كان يوجد قمر وجاء قوس قزح. هل رسمنا قوس قزح الرائع؟ واليوم أتساءل جدا عما سيحدث. من الرائع أن الأصدقاء يكونون أكثر فأكثر تدريجيا. هيا ننطلق مباشرة في رحلة قصتنا. عندما نزلوا إلى الأرض ظهر طفل وقال الطفل: مرحبا، أنا أيضا أريد أن أكون صديقا لكم. وقال الدب: نعم، هيا نكون أصدقاء، ولكن أين تسكن؟ وأجاب الطفل: أنا جئت إلى الغابة قبل وقت قليل، ولكن أصلاً كنت أسكن في مكان آخر، ولكن الآن أحب هذا المكان. من جاء اليوم؟ نعم، جاء طفل. يا سلام، إذن هل نرسم إنساناً اليوم؟ نعم، الآن هيا نرسم الوجه أولاً. أولاً نرسم دائرة، ثم نرسم الرقبة هكذا مستطيل صغير. بعد ذلك نرسم الجسم دائري هكذا الأسفل وننزل هكذا. وهذه الناحية أيضاً، هنا الكتف صحيح، وهذه الناحية الجسد. والآن رسمنا الوجه والرقبة والجسم. في المرة السابقة تعلمنا رسمه بخطوط حادة، صحيح؟ أولاً نرسم خطوط حادة هكذا، والأذنين دائرتين صغيرتين هكذا، ثم نرسم ملامح الوجه: عينان ضاحكتان، ثم أنف، وبعدها الفم الضاحك. نعم، هكذا رسمنا ملامح ضاحكة. بعد ذلك هل نرسم الذراع؟ الذراع يكون مستطيلا طويلا من الكتف. نرسم الذراع من هذه الناحية، مستطيل طويل من هنا ومن الناحية الأخرى. والآن اليد مرفوعة لأن الذراع مرفوع. بعد ذلك نرسم اليد، اليد دائرة أكبر من الأذن قليلا. بعد ذلك الخلفية، هيا نرسم فيها دوائر ومستطيلات. نعم، دائرة دائرة، بعد ذلك مستطيل مستطيل. بعد قليل سنحاول أيضا بالأوراق الملونة. هيا نلون الطفل أولا. هل نلون الجلد أولا؟ أولا نقوم بتلوين الوجه. ثم أين نلون بعد ذلك؟ نعم، الأذنين والرقبة، ثم بعد ذلك اليدين. نعم، لوننا كل الجلد، صحيح؟ بعد ذلك نقوم بتلوين شعر الرأس. هيا نحاول باللون البني.
يمكن أن تلونوه بلون شعركم أصلاً أو اللون الذي تحبونه لشعركم. وهكذا لونا شعر الرأس. بعد ذلك نلون الملابس. هيا نلون الذراع أولا. هيا نقوم بهذا باللون الأحمر هكذا. يمكن أن تلونوا باللون الذي تحبونه. هل نلون الذراع الآخر أيضاً باللون الأحمر؟ سيكون جميلاً لو لونتم باللون الذي تلبسونه الآن. ثم نلون الجسد باللون البنفسجي. هكذا باللون البنفسجي. إذا تريدون الجسد نحيفاً أكثر فيمكن أن ترسموا للداخل هنا هكذا. نعم، هكذا لونا كل الجسد. وبعد ذلك الخلفية سنلونها بلونين. والآن نقص الأوراق الملونة مثل هذا المستطيل. نقصها ثم هكذا نقص واحداً أكبر ثم نقص مربعاً أصغر قليلاً. والآن سنلصقها. أولاً نفتح غطاء العبوة ثم نضع الصمغ على الجانب الخلفي ونلصقها في المكان الذي نريده. وهذه المرة نلصق ناحية اللون الأخضر الفاتح ليظهر اللون الأصفر. وهذه المرة نلصق المستطيل الأصغر. ثم نلصق مستطيلاً أصغر هذه المرة بجواره هكذا. ثم المستطيل الصغير مرة أخرى. يمكن أن تلصقوا كما تريدون. والآن اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ قد رسمنا إنساناً لأول مرة. هل تعتقدون أن رسم الإنسان صعب جداً؟ لا تعتقدوا أنها صعبة جداً. كل شيء يمكن بالتدريب، والمهم أن تستمتعوا بدلاً من أن ترسموا جيداً. ارسموا كما تريدون واستمتعوا.
وإلى اللقاء في المرة القادمة يا أعزائي.